بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم حيثما حللتم. أهلا وسهلا بحضراتكم مع الحلقة السادسة من ملف ما وراء الطبيعة، والحلقة العاشرة في برنامجكم تحصين. أيها المشاهد الكريم، هيا بنا لنبحر إلى عوالم غامضة وأبعاد خفية، ونكشف الستار ونخترق الجدار ونقتحم الحصون المنيعة إلى عالم ما وراء الطبيعة. فتجهز أيها المشاهد الكريم لرحلة مليئة بالمتعة والتشويق، إلا أنها محفوفة بالمخاطر يا صديق، فهناك تلاحقك الشياطين في كل مكان. لذا كان ولا بد من وجود قائد وربان يقود رحلتنا إلى بر الأمان. وقائد رحلتنا وربان سفينتنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد سعيد أحمد عبده، دكتور العقيدة والفلسفة والمحاضر الدولي عن الميتافيزيقا والأمراض الروحية، والمؤلف والمصنف للكتب عن السحر والحسد وعلاجهما. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل عماد، ومرحبا بمشاهديك الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نقول كلمة فيها حق وصدق وأن تصل إلى القلوب إن شاء الله. ربنا ينفع بك دكتور. اللهم آمين. دائما نتعلم. اللهم آمين. فضلت الدكتور، حضرتك في حلقة ماضية ذكرتم العوالم الموازية، وذكرتم البوابة التي بين العوالم، وذكرتم المفتاح اللي يعني بأيدي السحرة. بعد كده حضرتك قلت إن هناك وسائل وطرق للتعامل بين عالم الإنس وعالم الجن، وكذلك وسائل وطرق للتواصل ما بين عالم الجن وعالم الإنس. فضلتك في الحلقة الماضية ذكرت لنا 6 طرق للتعامل ما بين الإنس والجن. حضرتك ذكرت منها 3 ويعني استبقيت 3، فنتمنى من فضلتك أن تلخص لنا هذا الأمر بادئ ذي بدء. يعني تفضل. يعني احنا قلنا أن فيه طرق للتواصل بين عالم الإنس وعالم الجن، وهناك طرق للتواصل بين عالم الجن وعالم الإنس. تمام. بمعنى ان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو الإنس ابتداء هو اللي بقى ايه بيتواصل مع الجن، اما الثانيه فالجن هو اللي ايه بيتواصل. فكنا اتكلمنا عن صور تواصل الإنس مع الجن، وقلنا ان هم 6. قلنا اول حاجه التسخير، وبعدين القهر والاستعاذه والاستغاثه والاستعانه والإعانة. دول 6. واتكلمنا طبعا المره اللي فاتت عن التسخير، وقلنا التسخير ده خاص بمين؟ سيدنا سليمان عليه السلام، ولم يكن لاحد من بعده. وطبعا حتى قلنا ان مجرد انك تطلب هذا الامر في غير طاقه احد، ده بالنسبه للتسخير. اما بالنسبه للقهر فبيكون للابرار والايه والفجار. الابرار بيكون في حالتين، اللي هو اما ان يكون على الجن مباشرة في حالة تمثله، وضربنا أمثلة مثلا أبو هريرة وقاتل الحية، أو عندما يكون متلبس به بأحد الأشخاص، وذكرنا مثلا ابن تيمية والإمام أحمد. أما الفجار فقلنا أن قهرهم يكون بالواسطة، بأن يتذلل لسيده من الإيه من الجن، فيقوم هذا السيد بقهر من تحت يده لكي ينفذ ما أمر به الساحر. نعم. هذا بالنسبة للإيه؟ للقهر. التسخير وبعدين القهر. والقهر. وتكلمنا عن الاستعاذة. وقلنا تعريف الاستعاذة. هي التوجه إلى الغير فيما يقدر عليه لدفع ضر متوقع. قلنا أن لها 3 مراتب. المرتبة الأولى أن تطلب ممن لا يقدر وإن كان في مجال قدرته. فهذا قلنا أنه إيه؟ يعني قلنا أن هذا الأمر يعني إيه؟ لا يليق، وهذا سفه. كمثلا من يطلب مثلا من طفل صغير ان يبعد عنه حي مثلا، او يحمل وزن كبير، او يحمل وزن، هذا يعني ايه من السفه. نعم. اما ان تطلب من غيرك ما يقدر عليه في مجال قدرته فهذا ايه معقول مقبول. نعم. ان تطلب منه ما لا يقدر عليه الا الله، دخلنا فين؟ في الشرك. نعم. واضح الكلام؟ تمام. هنا بالنسبه برضه حته عايز نوضحها مهمه في الحته دي بالذات، ان ممكن ما اطلبه يكون في مقدور الغير ولكني غير متحقق منه، وده اللي بيحصل في حاله الجن. ان انا مثلا بنطلب من جن لا اراه ولا اسمعه ولا اعرف عنه شيء انه يشفي لي فلان او يعالج فلان،
هنا دخلنا فين؟ في ان انا اصلا بنطلب ممن يعني لا غير متيقن وجوده اصلا بالنسبه لي. فهنا بالتالي هنا دخلنا فين؟ في الشرك برضه. اللي هو بيطلب من الجني ان يشفي له مريض. نعم. نعم. لانه بيطلب فيما اولا فيما لا يقدر عليه لان الشفاء بيد الله. ثاني حاجه انه اصلا مش شايفه. مش شايفه اساسا. ومش متيقن من حضوره ام لا. واضح الكلام ده؟ طب هل هناك طريقه يا دكتور ممكن يتيقن بيها ويتحقق من حضور الجني انه هو حاضر فعلا؟ دي حالتين. الحاله الاولى انه يكون حاضر على جسد المريض. الحاله الثانيه انه يكون متمثل. يتمثل له. يتمثل له. والحالتين دول طبعا يعني ايه في كلتيهما اصلا ال 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 نقول نوت ان الاستعاذه يعني هو غير قادر عليها اساسا. نعم. يعني في كلتا الحالتين هو غير قادر. ليه؟ لانه الجني لما قلنا بيخرج من حالته من 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 عالمه بيكون ضعيف. تمام. فاصلا هو مش هيقدر يعمل لك حاجه. هو مقدور عليه في الحاله دي اصلا. واضح؟ اه نعم. واذا كان متلبس بجن بشخص فهو اصلا ضعيف برضه. ضعيف. لانه محصور في الجسد. نعم. ففي كلتا الحالتين استعاذه فيما لا يقدر عليه. يعني نرد يا فضيلتك على الناس اللي بتقول ان في جن معاه وبيعالج المرضى. وكمان بيعمل عمليات. يعني انا واحد قال لي ان في فلان الفلاني معاه جني وبيعمل عمليات للمرضى. هنا هندخل في موضوع التعاون. احنا بنتكلم هنا في الاستعاذه. والاستعاذه اصلا دفع ضر متوقع وانت مش واقع. مش واقع. تمام. دفع ضر متوقع. تمام. وده حاجه انت لسه بتتوقعها اصلا. لسه ما جاتش. فهنا لجوء الى الى مجهول على مجهول. وهنا تمام. دي الاشكاليه. تمام. واضح؟ تمام. نتكلم النهارده بقى ان شاء الله على أول الاستغاثة. حاجة الاستغاثة أول حاجة. الاستغاثة. نعم. فنعرف الاستغاثة هي عبارة عن إيه؟ اللجوء إلى الغير برضه. فيما يقدر عليه لدفع ضر حاصل. خلي بالك عشان إيه؟ نفسر الفرق بين ده وده. قلنا في الاستعاذة إيه؟ دفع ضر متوقع. لسه ما حصلش فأنا إيه؟ هنا ضر حاصل. هنا ضر حاصل. كمثل على سبيل المثال أديك مثال. واحد وقع في حفرة. تمام. تمام. فالحقوني. هو مش عارف يطلع. واحد ماشي مثلا وقع عليه مثلا جدار او مكتب او ما الى ذلك فايه؟ هنا المستغيث هنا بيكون ايه؟ في اضعف حالاته. يعني هنا بيكون في اضعف الحالات. وبيكون تعلقه بمن يستغيث به قوي. في اقوى ما يكون. خدت بالك هنا؟ هنا ايه؟ الاستغاثه هنا ايه؟ بيكون هو يعني ضعيف جدا. تاني تعلقه بيه شديد جدا. فهنا المستغيث اصلا يده عليا ولا سفلى؟ لا سفلى. فان فرض عليه اشياء هيقبلها ولا لا يقبلها؟ هو المحتاج. هو المحتاج. هو الايه؟ بيغرق. اعمل كذا وهنجيك من الغرق. فهنا ايه؟ المستغيث هنا بيكون في اضعف حالاته. نعم. ولذلك بيكون تعلقه بالمستغيث به في اقوى ما يكون. تمام. في اقوى ما ايه؟ ما يكون. وبالتالي لو المستغاث به طلب منه اي شيء في الحاله دي ايه؟ هيلبي. هذا ايه؟ هيلبي. وكما هو معلوم اصلا بالنسبه للعالم يعني عشان نتكلم على الجن بصوره صحيحه لابد انك انت تقيسه بعالم الايه؟ الانس. تمام. يعني هو اصلا كما يحصل في عالم الانس يحصل في عالم الايه؟ يحصل في عالم الجن. فهنا من الممكن وفي غالب الاحيان ماشي يطلب منك مقابل. واذا راى تعلقك به اكثر كان المقابل ايه؟ اكبر. فنخلي بالنا من ده كويس علشان ايه؟ قضيه اليد العليا واليد الايه؟ السفلى والمقايضه بمعنى انما يطلبه منك قد تظن انه ايه؟ صغير. تمام. ولكنه قد يكون من وجهه نظر ايه؟ كبير. يعني انت بيطلب منك حاجه ها صغير. ممكن تكون بالنسبه لك انت ايه حاجه صغيره تافهه لكنها من باب الطلب من باب انك فعلت لاجله بتكون كبيره. بتكون ايه؟ كبيره. خدت بالك؟ مثلا على سبيل المثال يحضرني في القضيه ديت مثلا قصه من دخل النار في ذباب ومن ايه دخل الجنه في ذباب. نعم. اللي هو ايه؟
يقال يعني ومثل ورد في أثر وقد يصل إلى الحسن أو ما إلى ذلك، إن في قوم كانوا يتعبدون لصنم، فكلما مر عليهم أحد لابد أن يقرب قربانا لإيه؟ لصنمه حتى يمر. فمر الأولان، ادفع عشان تعدي، ادفع عشان تعدي، عاملين كارتة. فالأولاني أهلا معيش حاجة، تمام معيش حاجة أقربها. تخيل قال له إيه؟ قرب ولو ذباب، دبانة. هم حريصين حريصين جدا على إن هو يقع في الشرك. قرب ولو ذباب. ففي بعض الناس أصلا يقول لك هو أنا عملت إيه يعني؟ حاجة بسيطة. ماشي؟ هو أنا قلت حاجة؟ هو قال لي مثلا اقرا الفاتحة 7 مرات، قريت 7 مرات. ولكنك تقرأها لمرضاته. هنا اصبحت هنا نية القراءة تقربا اليه، تقربا اليه وإرضاء له. فهنا الإشكالية، انك انت تعمل حاجة وتظن انها ايه، يسيرة وسهلة وما فيهاش مخالفة اصلا، ولكنها لما توجهت لغير الله اللي هو وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. جيد. فهنا الاستغاثة ايضا هتاخد 3 مستويات. تمام ماشي. اذا كان ما تطلبه منه فيما يقدر عليه وفي مجال قدرته، فهنا الاستغاثة ايه يعني؟ مباح. تمام. على سبيل المثال مثلا انا وقعت في حتة وقلت لك هات ايدك وانت تقدر تشدني، خلاص يبقى احنا كده هنا الامر يسير. تمام. طيب لو قلت العيل صغير شدني، رغم انه من جنس ايه، لا ده ولكن ده سفه. سفه. ماشي. ان طلبت ممن يعني من واحد غير مش موجود، عمال بتقول مثلا يا شمهورش ولا بتاع الكلام ده يا بدوي. او يا بدوي، يعني والله العظيم سمعتها باذني ورايتها بعيني، امراه يعني مسك في البدوي، والله اقسم بالله، في الضريح، ويا شيخ العرب جيتك ورميت حمولي عليك، ايش في ابني؟ لا اله الا الله، والله بتبكي بكاء لا يبكيه الساجد بين يدي الله، بين يدي الله عز وجل، سبحان الله، ومتعلقه وكانها متعلقه باستار الكعبه، سبحان الملك. يا شيخ العرب، ماشي، يا شيخ العرب جيتك، ماشي، يعني تخيل ايش في ابني. فكان الامر يعني ايه، يعني تخيل ان هذا يحصل في بلاد المسلمين وفي بلاد التوحيد، وتظن انها لا تفعل شيء، ولكن هي تعذر بجهلها، يعني تعذر بجهلها. بجهلها. فالله الى الله المشتكى. نعم. فهنا تخيل انها تستغيث بميت، نعم، ليشفي مريضا. ده ميت، ميت. مش يعني مريض، لا يقدر على شيء. لا يقدر على ان يدفع الذباب عن قبره. نعم. ولكنها ايه، يعني تستغيث به استغاثة، يعني لو انها تذللت لله عز وجل بهذا القدر لكان الشفاء يعني من حيث لا تدري. إذن الاستغاثة هنا، ان استغثت بجني غير حاضر ولا موجود على أن يدفع عنك ضر حاصل وهو لا يقدر على ذلك، وإن كان هذا الضر كما قلت لك، يعني على سبيل المثال أنت تقول له، لنفرض أن الجن الموجود حاليا، قلت له أريدك أن تشفي فلان، وهو لا علاقة له بالطب، كيف سيشفي؟ أنا مش عارف. ويعني المصيبة أن احنا بنتكلم فيه، يقول لك إيه، جن مسلم، جن مسلم. اولا الجن المسلم لا يعني الجن المسلم صحيح الاسلام يعرف حدوده ولا يتلبس بانسان. دي نمره واحد، وده لازم تكون ايه، حاضره في ذهن اي احد. ولذلك ربنا عز وجل لما تكلم عمن يتلبسون بالانسان اطلق عليهم شياطين، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فاذا من يسبب المس شيطان، حتى لو هو في ممكن يبقى شيطان مسلم، هو شيطان. احنا قلنا الشيطان ايه، كل ما تعدى طوره المفسد، مش لازم يوصل الكفر، ولكن فساده عظيم. تمام. فبمجرد ان يخرج من عالمه ليؤذي انسان فقدت شيطان. وده وصف ربنا عز وجل. نعم. كالذي تخبطه الشيطان من المس، من المس.
إذا كل جني متسبب في المس فهو إيه؟ شيطان. وإن كان مسلم. وإن كان مسلم. معلومة جديدة يا دكتور. فيجي يقول لك أنا مسلم. نعم، في مسلم وبيشرب خمر. في مسلم وبيزني. في مسلم مسلم وكذاب. قس عالم الجن على عالم الإيه؟ الإنس. وأن منا الصالحون ومنا دون إيه؟ دون ذلك كنا طرائق قددا. يعني منهم على فكرة السني والشيعي، ومنهم السنة من أهل السنة مثلا الأشاعرة والمعتزلة والأثريين وكله، كل الصفات، كل ما تراه في 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 حتى عالم المعتقدات بتاعت المسلمين عندهم. موجود عندهم. نعم. طب والمعتقدات الأخرى مثلا عندهم النصارى وعندهم المجوس وعندهم اليهود، كل ذلك إيه؟ موجود. كنا طريقة إيه؟ كنا طريقة قددة. قددة. فهنا أصلا وحتى لما جه عند المسلمون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. إذا مسلم ومفسد هو مسلم. واضح الكلام؟ تمام. فهنا كل ما كل ما تراه في عالم الإنس هو موازن له في عالم الإيه؟ في عالم الجن. عشان هو عالم عاقل زينا. نعم، ومكلف زينا. ومكلف بنفس التكليفات. إذا عندهم نفس الأهواء التي عندنا. طب يا دكتور، هل أنا ممكن دلوقتي أخذ من ده خيط إن أنا يبقى عندي شبهة؟ اللي هو إيه؟ طالما هو مكلف زيي وعالم زيي وبقيس عليه، إذا المفروض يبقى في تعاون بيننا وبين بعضنا. هل ممكن دي شبهة حقيقية ولا تبقى إحنا شبهة باطلة؟ التعاون فيما يقدر عليه. فيما يقدر عليه. أيوه، فيما يقدر عليه. إذا ده اللي إحنا هنتكلم في الاستعانة دلوقتي. تمام؟ يبقى أنا عندي كده إيه؟ تمام. بنقيس عالم الإنس على عالم الإيه؟ على عالم الجن. عالم الجن قصدي على عالم الإنس. عالم الإنس. نعم. إذن هنا بالنسبة لي الاستغاثة، نعم، هتكون إن أنت في حالة استغاثتك بالجن هيكون إيه؟ بتتعلق به تعلق الملهوف. المشكلة كلها فضلتك في التعلق. تعلق الملهوف. ففي الحالة، في هذه الحالة قد يفرض عليك ما لا هما بيصدقوا، ما لا تقبل، ما بيصدقوا هما. نعم. هو لسبب واحد أو يعني في أسباب أصلا بتجعله دائما يعني يحط من قدر الإنس أو يحاول الحط من قدر الإنس. السبب الأول إنه عنده النزعة العلوية. اللي قال خلقتني من نار. أنا خير منه. ولذلك لما يحب الجني إنه هو أصلا يسبك يقول لك يا بشري. إيه الحاجة الجديدة يا بشري؟ حقيقة أنا أول مرة أسمع يعني. ده حصل مع حضرتك؟ كتير. فكان الجني لما يحب ان هو اصلا يعني ايه يتنقص مني يقول لي يا بشري. يا بشري. يا بشري. ومن انت يعني؟ هذا ازاي؟ زي فلاح كده، لما الواحد بتاع المدينه يقول لواحد يا فلاح مالك معايا؟ ماشي. نعم. فيقول لي يا بشري. نعم. كويس. فيبقى عنده اصلا نزعه الاستعلاء موجوده. سبحان الله. دي نمره واحد. نمره اثنين، الكبير بتاعهم امر للسجود لمين؟ لسيدنا ادم. فالعاصي منهم متمرد، يعني اللي انا المفروض ان انا اسجد له ده انا لابسه او متسلط عليه وبسيره زي ما انا عايز. لا، ده انا ده العب بيه الكور. خدت بالك معايا كده؟ فهنا لما انت بتطلب منه فانت جيت في ملعبه. يعني واضحه كده؟ ايوه جيت في ملعبه. فهنا اذا اي حاجه، اي طلب لابد ان احنا نعرف هل الطلب دوت يخضى ولا لا، وهل ده من صلاحيات الجن ولا لا، وهل ده مما يختص به الله عز وجل ولا لا. نعم. لان انت في اضعف حالاتك وهو في اقوى حالاته، ويتمنى زي ما قلت كده ايه ان هو يعني يثبت علوه عليك. نعم. واضح؟ تمام. ده بالنسبه لقضيه الاستغاثه. طيب فضلتك نيجي للايه؟ الاستعانه. الاستعانه. نعم. الاستعانه برضو تعرفها. هي لجوء الى الغير فيما يقدر عليه لدفع ضر قائم او لجلب منفعه تكاملت اسبابها. هنا لها وجهين، يعني جلب منفعه كمان. تكاملت ايه؟ تكاملت اسبابها. يبقى الاستعانه هنا ايه؟ لجوء الى الغير. لجوء الى الغير برضه. تمام. لدفع ضر قائم او لجلب منفعه. دي حاجه زياده بقى جديده. يعني على سبيل المثال، مثلا انا جاي عايز اشيل المكتب ده ومش قادر، فقلت لك لو سمحت شيل معايا. يبقى دي منفعه تكملت اسبابها. فيها تعاون. فيها تعاون. تمام. استعنت بيه فاعنتك.
واحد مثلا بيتخانق معايا فقلت لك تعالى ايه ساعدني عشان نضرب، فده ايه لدفع ضر ايه قائم، حاجه موجوده اهيت وانا بستعين بيك. هنا الاستعانه برضو فيها نوع من اللجوء، احنا قلنا في الاول اللجوء الى الغير، تمام، فنوع من الايه، نوع من اللجوء، من اللجوء، ولكن اخف منين؟ من الاستغاثه، من الاستغاثه. اخف منين؟ من الاستغاثه. وهنا اذا كان ايضا من تستعين به لا يقدر فده سفه، تمام، وان كان في المقدور جائز غير مقدور، وان كان في ما يخص الله، عشان بس برضه ايه نحط يعني ايه نوضحها كويس، اذا كان في ما يخص الله يبقى هنا ايه دخلنا فين؟ في الشرك بالله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ واضح. طب ممكن ناخد اتصال ولا؟ ماشي معانا ام محمد، اتفضلي يا ام محمد، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بس انا عايز اقول لحضرتك فيها شويه حاجات كده بتحصل لي. تمام. يعني ايه، بقالي فتره كبيره بتعب، وبعدين لما بتعب بروح للدكتور وبكشف، الدكتور يحولني على دكتور، والدكتور اللي بعده يحولني على اللي بعده. المهم ان انا باخد مثلا فتره وبصحى، ارجع تاني بعدها في نفس يعني السنه اللي بعدها في نفس الميعاد اتعب بنفس الاعراض، اروح اغير الدكتور، اروح لدكتور تاني، دكتور تالت، نفس الوضع، بس هي فتره معينه كل سنه. طيب، وحد الله، لا اله الا الله. بالنسبه انت قلت لي بتعب، ايه نوع التعب اللي انت بتتعبيه؟ ايه الشكوى اللي انت بتشتكي بيها علشان تروح للدكتور؟ ايوه، بدوخ، بيجي لي هبوط ودوخ، تمام، وببقى ما عندي عدم تركيز، تمام، اما بقى حاسه ان انا زي دماغي شغال ومش شغال، واقف زي واقف، جسمي كله بيوجعني، قلبي بيدق عليا دقات غريبه كده، مش عارفه ما بقاش عارف، ما عندي طاقه، عندي مجهود، ببقى ماشيه مش حاسه بالناس، مش حاسه باللي حواليا. طيب، هنا في عندي حاجتين اتنين بيقولوا ان اللي عندك ده مش طبي، تمام؟ ماشي. الحاجه الاولانيه اللي احنا قلنا عليها الحلقه اللي فاتت برضو، اللي هي موضوع اللي هي عدم الوصول الى تشخيص. احنا قلنا فيه ثلاث حاجات. عدم الوصول لتشخيص، تضارب التشخيصات، ان انا اخد علاج وما اجيبش نتيجه. واضح؟ ايوه. فاول حاجه عندي هنا ايه؟ ان هنا لم يصل احد لتشخيص، وتروح لدكاتره كتير وما ايه؟ يبقى دي اول علامه عندي على ان المرض ده مش ايه؟ مش بدني او مش مادي، مش طبي او مش ما. وهنا المفترض يعني نوت، ويا ريت ده نداء لاي طبيب والله. لو لقى الوضع زي كده، لان في بعض الاطباء والله ناس محترمين جدا، ولكن للاسف الشديد بيجي عند الحته ديت ويخجل ان هو يقول للمريض شوف حد او شيخ او ما الى ذلك. يعني في بعض الاصدقاء والاطباء يعني يقول لك انا يعني المريض هيقول لي ايه؟ هيقول عليا ايه؟ وكانه يعني هو كده يعني يعني عمل حاجه وحشه قوي وهتنتقص منه. بالعكس، انت لو قلت للمريض انت علاجك مش عند الدكتور او مش عند الدكاتره، وشوف شيخ او شوف معالج واحد تثق فيه، ففي الحاله ديت اصلا ولو شوفي والله هيدعي لك ويقول ان الراجل ده منصف والراجل ده صح. نعم. يعني هنا المفروض ان احنا يعني ايه، نعم، ده يعني في بعض الاطباء يعني يعني بيخجل مش عايز يقول الحته ديت. وللاسف الشديد في بعض الاطباء برضو لما تروح تقول انا رحت للشيخ مثلا وبقيت كويس، يقول لك شيخ ايه وايه الجاهليه اللي انتوا فيها ديت وايه العك وده يعني ايه، ويقعد يعني ينفر الناس. لا، خليك حيادي. انا عن نفسي بقول لاي حد مثلا مش تبعي بقول له روح ليه؟ اي فعلا روح لطبيب. ايه المانع؟ قبل ما بسال ما ابدا معاه بقول له انت رحت للطبيب ولا لا؟ رحت للطبيب ولا لا؟ انا دايما بعد حضرتك دايما تسال اللي عندك ده مثلا كذا، لا روح لطبيب، لا رحت ولا لا، او قال لك ايه، علشان نصل للنقطه اللي احنا بنقول عليها، ان مفيش تشخيص زي الحاله دي. تمام. الحاله الثانيه اللي بتاكد ان دي مرض روحي مش طبي، انها قالت ان هو بيحصل في وقت معين من السنه. وقت معين من السنه. تمام. وده طبعا بنسميه عنده، وده مذكور في كتاب مرض السحر، اللي هي الدوره الفلكيه للسحر. الدوره الفلكيه للسحر في كتاب مرض السحر. في كتاب مرض السحر. ممكن حضرتك تبقى تكلمنا عنها بعد الفصل؟ استاذن حضرتك في الفصل ونرجع تاني؟ بعد اذنك، عشان محمد شاهد اسمه. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود اليكم، فابقوا معنا، سلام الله عليكم. مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم مره اخرى مع فضيله الدكتور سعد. فضيلتك، موضوع الدوره الفلكيه،
ايه قصه الدوره الفلكيه عشان انا دماغي من ساعتها عماله تلف دوره بقى بتدور. طبعا بالنسبه للدوره الفلكيه على فكره هتحل اشكالات كتير عند ناس كتير. الناس اللي بتقول لك انا بتجدد لي السحر كل شهر. هو ليه بقول كده؟ تمام. بنسمعها كتير. بنسمعها كتير. اولا في فرق بين التجديد والتقويه. دي حاجه. ايه تاني معلش؟ التجديد والتقويه. التجديد؟ والتقويه. والتقويه. ماشي اتفضل. تمام. كويس؟ الكلام كله جديد طبعا. الدوره الفلكيه عباره عن الاول. اديك مثال بسيط. لو انا عندي منبه او ساعه وظبطتها مثلا انها تضرب جرس الساعه 6. تمام. ايه اللي هيحصل؟ هتضرب 6. وهتسكت وبعد كده ايه؟ 6 اللي بعدها اليوم اللي بعده لو عملها وهكذا. فهنا اصلا الساحر بيشتغل على وزي ما هنشوف في علوم السحر والكلام ده كله بيشتغل على الدوره الفلكيه للنجوم وبتاع والكلام ده كله مش عارف ايه يقول لك السحر معمول على النجم وبتاع هو مش قصه نجم ولا حاجه. هي قصه ان هو بيبقى ليه ابراج معينه شغال عليه. تمام؟ فهنا السحر بينشط في وقت معين. طب ايه بينشط؟ ايه اللي بينشطه؟ عوامل زي بالظبط كده. انت عندك على سبيل المثال جبت حبات ذره مثلا او حبات فول وحطيتها في الارض. مش هيحصل لها حاجه. لكن حطيت لها ميه هتنشط وتنبت. فهنا اصلا الدوره دي بتنقسم الى عده دورات. في دوره يوميه. دوره اسبوعيه. دوره شهريه. دوره حوليه. حوليه سنه. تمام؟ الدورة اليومية إن الشخص يتعب في وقت معين في اليوم. وأغلبه بيكون مع غروب الشمس. يقول لك في آخر النهار بتخنق بزهق مش عارف الكلام ده كله. تمام؟ اللي هو وقت انتشار الشياطين اللي النبي قال عليه. تمام؟ في دورة أسبوعية ودي بيتعب في يوم معين في الأسبوع. ليها يوم معين ولا لا؟ مش في الغالب بتكون اثنين وخميس وجمعة. ياه. يعني في ناس تتعب اثنين تتعب خميس اللي هي أيام العبادات عامة. الدورة اللي هي الايه؟ الشهرية. الشهرية. ان الشخص يتعب في وقت معين في الشهر وفي غالبه يا اما مع ارتفاع القمر يا اما مع اختفاء القمر. فبعض الناس يقول لك انا بتجدد لي كل شهر. ده ليه علاقة بالغسق اذا وقع يا دكتور ولا ملوش علاقة؟ ايوه ليه علاقة طبعا. فهنا ايه؟ سورة الفلق عايزة لها قصة لوحدها. ما انت حضرتك قعدت مرة تتكلم في سورة الفلق قعدت فيها مش عارف ثلاث ايام. فهنا الامر هنا ايه؟ يبقى في اول الشهر يقول لك انا بتجدد لي كل ايه؟ كل شهر. كل شهر. طب تعالى بالعقل ناقش الكلام. هو اللي بيعمل لك كل شهر ده قاعد لك مخصوص؟ ما فيش في يوم عنده حد مات، ما فيش في يوم راح مستشفى، ما فيش في يوم مثلا عنده فرح. يعني لابد هنا ايه؟ يعني هو كل شهر وكل شهر بيدفع لك فلوس ليه يعني؟ هو بيعمله ببلاش؟ فعلا. لا هو مش هنا بيتقوى كل شهر انه بيقوى. انا متخيل يا دكتور ان هو كل شهر بيجي في اليوم دوت يقوم عامل تاني. انا كنت متخيل كده. والله بجد. ان هو كل شهر يجي او كل سنه في الميعاد ده راجل محترم بقى ومعاه نوته فيها المواعيد. فاهم المواعيد. فهنا ده دي دوره فلكيه. يعني هو عاملها مع الدوره الفلكيه. مع الدوره الفلكيه. يا الله. فهنا بيتعب في كل شهر يبقى هنا ايه؟ السحر بيتقوى في الوقت ده مش بيتجدد. احنا قلنا في فرق بين التجديد والتقويه. هنا بيقوى في الوقت ده. وبعدين ينزل تاني وبعد كده ينزل تاني وبعدين يقوى تاني وبعدين ينزل تاني. فهنا الاخت بتقول ايه دلوقتي؟ ام محمد. ام محمد بتقول ان ده في وقت معين منين؟ من السنه. من السنه. كل سنه. في ناس بتتعب في الخريف، في ناس بتتعب في الصيف، في ناس بتتعب على حسب الطبائع. ماشي؟ احنا بيختار الطبائع الناري والهواء والماء والكلام ده كله. وهنا ما يصلح من الايه؟ من الوقت يتناسب معاه. يتناسب معاه. ويقوى الايه؟ السحر في الوقت ده. فبالنسبه للاخت دي المتصله ام محمد هنا يبقى اللي انا بقول عليه دلوقتي ان ده سحر والسحر ده بيقوى في وقت معين. ودليل ان هو سحر ان الاطباء احتروا فيه. واضح الكلام ده؟ تمام. يا ام محمد تتواصل مع حضرتك ان شاء الله. نتشرف باتصالها ان شاء الله في اي يوم من بكره ان شاء الله. ام محمد لو انت سامعانا لسه يعني ان شاء الله لو سامعانا من بكره ان شاء الله معاكي فضيله الدكتور في اي وقت عشان ان شاء الله يحدد لك نوع السحر اللي عندك ان شاء الله. عموما يعني الكلام عن الدوره الفلكيه برضه محتاج حضرتك هتحتاج مثالي محتاج حلقه كامله لو احنا نتكلم فيه بالتفصيل بس احنا كده بندي ايه؟ اجاز بس علشان الموضوع ده لان موضوع الاستعانه والاستغاثه ده حضرتك فيه جني بيعطلنا كل مره مش عارفين نكمله. فهنا يبقى اذا الاستعانه هنا اما لدفع ضر حاصل او لجلب منفعتها ايه؟ تكاملت اسبابها. ولها ثلاث مستويات برضه. تمام زي ما حضرتك قلت. زي ما قلنا. تمام. واضح الكلام ده؟ تمام. فهنا الايه؟ برضه الاستعانه
استعانة فيها نوع من الطلب. أيوة. والطلب يلزمه معوضة. تمام. لأن لو أنت مثلا على سبيل المثال أنا شغال مثلا في 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 غيط مثلا في في أرض. تمام. وأنت جيت أول مرة قلت لك تعالى ساعدني في الشغلانة دي. ممكن أول مرة ماشي يا عم. طب تاني مرة؟ طب تالت مرة؟ لا. لا يا عم وأنا فضيلك. تمام. فهنا الاستعانة لو قصرت على مرة ممكن هنا ايه تعدي تعدي، لكنك انت تستعين باستمرار يبقى لابد ان يكون فيه مقابله او معوضه. ولذلك ابن تيميه لما تكلم في الجزئيه ديت قال لابد من معوضه، والمعوضه زي ما قلنا ايه ممكن يقول لك حاجه من البدعه وانت فاكرها صح. يقول لك مثلا قول ذكر معين، اقرا سوره كذا وانا احضر. سبحان الله. ماشي حصل. اقرا سوره معينه وانا احضر. نعم. البس مثلا خاتم معين فص معين وانا وانا اكون معاك. اعمل سبحه معينه وابقى معاك. يا دكتور انا كان حصل معايا من زمان واحد شيخ كبير قوي قوي ويعني شكله مظهره التعبد. قال لي كده، قال لي لو انت صليت كل يوم بسوره البقره وال عمران لمده 40 يوم هيجي لك جني خدمه. وانا رفضت. قلت له انا كده بتقرب للجني، وما كنتش يعني فعلا كلام حضرتك صح. ايوه ما هو هنا هنا المشكله هنا ان بيدخل لك من 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 التعبديات للوصول الى شركيات. سبحان الله. طب نشوف فاطمه حضرتك ممكن. اتفضلي يا اخت فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص حضرتك انا بنتي هي وزوجها دايما شايفها مش طايقها. يعني الفتره دي بقى لها سنين، يعني متجوزه بقى لها 13 سنه. وبعدين واقفه اليومين دول على طلاق خلاص، يعني هي جت عندي وكل شويه يعني من غير اسباب، والله اسباب تافهه جدا، يقول لها عشان مسحت هنا، عشان لمعت هنا، عشان مش عارفه في حبه تراب هنا، ده اسباب، ويشدها ويجرها ويا معفنه يا الكلام اللي ملوش لازمه ده. تمام تمام. ويخرجها لازم يمشيها ويقول لها مش انا مش طايق. انا مش عارفه بنتي فيها حاجه ولا حد بعمل لها حاجه ولا لا. طيب. طيب ممكن لو ممكن لو تتواصل معايا ان شاء الله بعد البرنامج كده اسمع منها ان شاء الله، واذا كان في حاجه ان شاء الله يعني ايه نقدر نساعد بها باذن الله مش هنتاخر يعني. حاجه فاطمه رقم فضيله الدكتور على الشاشه، خد الرقم وتواصلي مع فضيله الدكتور من بكره باذن الله، والدكتور ان شاء الله باذن الله ربنا يجعله سبب ان شاء الله يرجعهم لبعض ان شاء الله. اتفضل يا سيدي. مش الاستعانة وال فاحنا قلنا هنا ايه بالنسبة للاستعانة زي ما قلنا ان انت مش هتتنى تطلب على طول على طول الا بقى بتذلل الا بتذلل ومقابل ما انت مستعين. ولذلك في بعضهم على فكرة بيقول لك ابن تيمية اجاز الاستعانة. طبعا ده كلام مشهور جدا يعني. كلام مشهور جدا. ابن تيمية ما قالش الكلام ده بجد. والله ما قال. يعني اللي بيقول الكلام ده من لا يحسن القراءة اصلا. ده في مشايخ بقول لك من لا يحسن القراءة. تمام. مش 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 مش, مش من لا يحسن النظر في الأدلة أو الفهم. لا من لا يحسن القراءة. ابن تيمية لما تكلم في الجزئية دي قال من يستخدم الجن. وقال برضو من يستعمل الجن. يستخدم ويستعمل. اه ماشي. ففي فرق كبير جدا بين يستعين ويستخدم ويستعمل. يستعين أنت اللي محتاج. اما يستخدم انت اللي فوق. فيها شيء من القهر. فيها شيء من القهر. ويستعمل كذلك. ويستعمل كذلك. ما يستعمل يعني يجعله عاملا عنده. طب يستخدم يعني يجعله ايه خادما عنده. اختنا دينا ممكن. ماشي. اتفضلي يا اخت دينا. اتفضلي يا اخت دينا معلش. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك مشتاق. الله يكرمك. ازي حضرتك. بص حضرتك انا متجوزه بقالي 11 سنه. ايوه. وبتحمل والحمل ما بيكملش. تمام. طيب كشفت طبيا؟ كشفت طبيا. في دكاتره تقول فيه حاجه وفي دكاتره يقول ما فيش حاجه. كده. وفي ناس تقول لي ممكن يكون معمول لك سحر، ممكن يكون حد عامل لك حاجه. لا سيبك من ممكن ديت. انا بتكلم دلوقتي في الاطباء قالوا لك ايه؟ الاطباء فيه يقول لك انتوا الاثنين مع بعض. انت ايه؟ انتوا زوجك. معلش الصوت مش واضح. يا استاذه دينا، يا حاجه دينا لو سمحتي اتحركي في مكان فيه شبكه ابعدي عن التلفزيون. الناس بتقول لك انت وجوزك، بيقول لك انت وجوزك ايه معلش تاني؟
لازم ما تنفعوش مع بعض، انت لو اتجوزتي واحد تاني تخلفي، هو لو اتجوز واحده تانيه يخلف. ده مين اللي قال كده، الدكتور ولا ايه؟ في دكتور قال كده، اشمعنى بقى ان شاء الله؟ ما نعرفش. هو دكتور والله تاني لو يقول الدكتور لك ده مثلا على سبيل المثال عمل يقول لك عندي، اسمعني بس، عمل لك مثلا خريطه جينيه، وليه خريطه جينيه، ممكن وتشوفه مثلا وراثيا ينفع ولا ما ينفعش، يبقى ده. بس الكلام ده مش موجود في مصر ولا في العالم العربي اصلا. ما انا جايه لحضرتك اهو، ده دكتور في الكلام، شيخ في الكلام، وفيه ناس تانية تقول لك حجم مكاري، يختاروا الاجنه الكويسه، احنا فمش عارفه ايه السبب. انا حملت واجهضت 30 مره. طب حملت ازاي واجهضت 30 مره؟ حملت طبيعي يعني؟ حملت طبيعي. طيب اجهاض متكرر بدون سبب زي ما قلنا، يبقى في عندنا هوت ايه، مرض روحي، اما حسد او سحر او مس. ما دام ان انت، طيب هسال برضو سؤالين بساط كده، انت بتحلمي باي احلام قبل ما تجهضي؟ لا مش دايما يعني. يعني قبل الاجهاض مثلا بتحلمي ان حد ضربك على بطنك مثلا، في لا حيوان بيجري وراكي مثلا وبيحصل حاجه زي كده، ان حد بياخد منك الطفل، يعني في اي احلام قبل الاجهاض؟ لا، هي مرة واحدة بس طيب كنت حالمة، اللي كانت واحدة بتضربني على بطني بس. كلام جميل. طيب بتجهضي في شهر معين ولا الشهور متغيرة؟ أول عيل كان 6 شهور، وبعد كده في أول 3 شهور. في أول 3 شهور. تمام. طيب يا ريت تتواصل معايا إن شاء الله بعد البرنامج إن شاء الله بكرة كده إن شاء الله، وبإذن الله يكون في فرج قريب بإذن الله رب العالمين. حضرتك هتكلمني شخصيا ولا حد أيوه تاني؟ هكلمك شخصيا إن إن شاء شاء الله الله بإذن الله. بإذن الله. التليفون مفتوح والله على طول. الله يكون فرك يا دكتور. اللهم امين. انا بشفق عليك يا دكتور والله، لما بركب جنبك في العربيه بشفق عليك بصراحه. والله انا بحاول دايما ان انا ما اقفلش التليفون، لعل يكون في حد الله يكون عنده، فرق. جزاك الله خير. عنده مشكله ولا حاجه، فايه ربنا يجعلنا في عون العباد يعني ان شاء الله. ماشي فضل يا دكتور. فاحنا كنا بنتكلم في ايه، في طب هنا يا دكتور معلش، اللي حضرتك كنت ذكرت قبل كده في احدى محاضراتك على على النت، ان ممكن الجن يخفي حالات زي بيخفي المبيض والكلام من ده، حاجات بيتدخل. حصل 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 فده برضو ممكن يتعلق بالموضوع ده. معلش انا جات لي واحده، تم اتفضل دكتور. جات لي واحده كانت متابعه مع دكتور، وكانوا طبعا قال لها ان انت يلزمك حقن مجهري، وان البويضات عندك ضعيفه. تمام تمام. فقال لها هنتابع كل 15 يوم بايه؟ بإشاعة، لحد ما توصل لإيه؟ البويضة لحجم معين، نبدأ هنا إيه؟ تلقيح. نبدأ التلقيح. تمام. بدأ يعمل معاها وإداها إيه، منشطات وما إلى ذلك، وعمال بإيه؟ فجأة لقى فيه كيس على المبيض. فقال لك نعمل إيه؟ نشيل التكيس اللي على المبيض. فشال التكيس. فبعد ما شال التكيس عمل الحقن المجهري بعدها، ما حصلش إيه؟ حصلش حمل. تمام. بعد كده فقالت لك لا الدكتور ده مش نافع، نروح لدكتور ايه تاني. فراح لدكتور تاني، فبيعمل اشعه، قال لها ده المبيض اللي كان معمول فيه التكيس مش موجود، مش موجود. يعني الدكتور شال ال، يعني ايه؟ قال لك يعني اذا هو اتشال مع الايه، مع التكيس، مع التكيس. تمام. طب هنعمل ايه؟ قال لها البويضات برضو ايه حجمها صغير، فلازم ايه. وبدا يعمل معاها برضو اشعه باستمرار، تحاليل، لحد ما وصلنا فين؟ لحد معين، لحد معين تلقيح. بيعمل أشعة، لقى المبيض اللي ما كانش موجود موجود، واللي كان موجود مش موجود. سبحان الله. يعني المبيض اليمين ما كانش موجود طول الأشعة اللي فاتت. تمام. اللي هو قال عليه إيه؟ اللي عليه شغل كله. الدكتور اللي فات إيه؟ شال. تمام؟ لا موجود. لا موجود. والتاني غير موجود. والتاني غير موجود. في الأشعة. تمام كده؟ ده بيتلاعب معاهم. حصل. حصل حقيقة. نعم. فالمهم جت، فلما جت يعني بمجرد والله ما قعدت وبسألها عن الأسئلة، فجه هو والله اوتوماتيك كده لقيته حاضر. تمام. قال لي أنا اللي لعبت في الأشعة بنفس الطريقة كده. سبحان الله. والمبيضين موجودين. وبالفعل اتعالجت وحملت وطبيعي. سبحان الله. الله أكبر. اللهم لك الحمد. تمام. نعم. فهنا يعني في حاجات زي كده غريبة جدا. هما دول العالم دول عندهم حضارة يا دكتور ولا ما بيفهموش ولا؟ لا ده عندهم حضارة متراكمة. حضارة ايه؟ متراكمة. متراكمة. ليه بقى؟ لأن إبليس عاصر كل الحضارات. فعلا.
خدت بالك معايا كده؟ كبير بتاعه. عصر كل الايه؟ الحضارات. الحضارات ده من قبل الحضارات اصلا. فبالتالي بيمد حزبه وجنده بايه؟ بمعلومات. يعني على فكره في بعض المعلومات المهمه جدا جت عن طريق الايه؟ الجن في المكاشفات. ايوه اينشتاين كان بيقول انا بنام بصحى من النوم على حاجات بكتبها وهو نايم. بقول لك الحاجات دي موثقه وموجوده. هو قال كده فعلا؟ أيوة. كلام ثابت عنه؟ كلام ثابت عنه. يعني ده اعتراف منه؟ ايوه اعتراف. ان هو نايم بيكتب حاجات وهو نايم يصحى يلاقيها مكتوبه. ايوه. ابن سينا قال نفس الكلام برضه. ابن سينا أيوة. المخترع اللي هو اصلا مكتشف موضوع الانسولين وازاي يستخلصه، اتقال له في الحلم اربط بتاع دي مراره كلب وبتاع وكلام من ده ومش عارف ايه، بنكراس كلب وكلام من ده، وعمل اللي اتقال له في الحلم، وده كان اول واحد يستخلص الانسولين. الحاجات دي ثابته يا دكتور؟ ايوه ثابته. سبحان الله سبحان الله. تمام. فهنا دي حضاره اصلا متراكمه، مش احنا لما بنكتشف حاجه من الحضارات القديمه بنقول احنا اكتشفنا وعملنا وطلع. لا دي حضاره موجوده متراكمه. ده موضوع حضرتك يعني توعدنا تتكلمنا حلقه كامله عن حضاره الجن، بس احنا محتاجين دلوقتي نرد على احسان الاول. استاذ احسان ماشي. اتفضلي يا استاذ احسان، مع حضرتك فضيله الدكتور. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص حضرتك، انا متجوزه بقى 15 سنه ومعايا 3 اولاد. ربنا يبارك. فانا عشت على طول، بس انا كانت الاول يعني كنت كويسة ومفيش حاجة بيني ما بين جوزي، وبعد كده لقيت في مشاكل، ولما بيخش الشقة بحس ان انا يعني متضايقة ومخنوقة. بابا عايزة اعمل مشكلة وبشوف يعني حاجات وحشة في الاحلام كده، او بشوف حاجات وحشة في الشقة. تمام. طيب انت وهو هسألك سؤال بس، هسألك سؤال واحد بس كده وجاوبين عليه. ممكن بصلي الفجر حاضر وبقول اذكار، انا مش عارفه يعني ايه ده اللي بيحصل. والله النقطه الاخيره دي لوحدها محتاجه الحلقه، ان انا بقول اذكار وبصلي لان في ناس كتير جدا يقول لك انا بقول اذكار وبصلي ويعني مش ممكن يحصل لي سحر وبتاع. ده عايز لها حلقه لوحدها عشان نفند الايه الكلام ده ونشوف الصح فيه والغلط فيه. تمام. هسالك بس سؤال واحد كده وجاوبين عليه بس. وزوجك هو خارج البيت بتبقى يعني مستريحه وهاديه ونفسك تشوفيه وبتاع وكلام من ده، وبتحط في دماغك ان هو لما يجي هتكلمي كويس وكلام من ده، وبعد كده لما بيجي بتلاقي نفسك قلبتي. معايا؟ ايوه بس ما كنتش سامعه كويس. سامعاني ولا مش سامعاني؟ قال لك كده سمعت. مش قاعد لك انا اسف. بقول لحضرتك انت بتبقي هو زوجك بره البيت بتبقي مشتاقه انك تشوفيه، بتبقي مثلا حاطه في دماغك ان لما هيجي هتكلمي كويس بتاع كلام من ده، ولما يجي بتلاقي نفسك مودك اتغير. ايوه والله. تمام. طيب يا ريت تتواصلي معايا ان شاء الله برضو، وباذن الله انا تحت امرك، واذا كان في اي حاجه اقدر اساعدك بها انا تحت امرك ان شاء الله. تمام. دكتور حضرت الجن ديت محتاجه حلقه كامله. طيب عشان خلي بالك احنا هنخلص الحلقه من غير ما نخلص الموضوع بتاعنا. فالموضوع ده حلقه كمان. اتفضل بقى موضوع الاعانه حضرتك. كويس. فموضوع الايه؟ الاعانه. ايه بقى الاعانه؟ الاعانه فرق بين اعانه واستعانه؟ طبعا. اتفضل. احنا قلنا الاستعانه فايه؟ كل بص، الاستعاذه حرف السين. الاستغاثه حرف السين. الاستعانه حرف السين. دي كلها حروف طلب. طلب نعم. حروف ايه؟ طلب. وهنا الطلب ممن يملك الامر. يعني لما اقول لك استاذن اطلب الاذن ممن يملك الايه؟ الإذن. نعم. ماشي. استغفر اطلب المغفرة من يملك المغفرة. استعين يبقى اطلب الايه الامر ممن ايه بيده يعين. ممن يعين. نعم. استغيث اطلب الامر ممن من يعين. دي كلها حروف طلب. نعم. اما الإعانة مفيش هنا حروف طلب. مفيش طلب هنا خالص. تمام. تمام. فالإعانة نوعين. تمام. كويس. تمام. إعانة ممنوعة وإعانة مشروعة. ممنوعة ومشروعة. تمام. كويس. نعم اتفضل. الاعانه المشروعه ان هنا ان اديك مثال عشان نوضح لك الاثنين بس. انا وانت مثلا راكبين عربيه. فالعربيه مثلا عطلت. فقلت لك انزل زق.
طبعا مش هنزل، مش هنزل انا ازق يعني، اكيد طبعا انا بس ربنا معطل. ها نعم. فانت بتزق كده، فجاي مثلا الاستاذ محمد الشاهد جاي اللي معاه على فقال ايه، لا انا لاج بتزق وبتعافر وتعبان، فايه زق معاك تمام. انت طلبت منه حاجه؟ لا. اذا هو اعانك بدون طلب. اعانني بدون طلب. نعم بدون طلب. تمام كده. نعم. يبقى دي ايه اسمها ايه؟ اعانه بلا طلب. دي اعانه بلا طلب. نعم. هنا فيه ذنب عليك؟ في اي مشكله بالنسبه لك؟ مفيش مشكله. تمام. يبقى ديت اللي هي المشروع. خلي بالك دي الايه؟ مشروع. المشروع. نعم. امتى تكون مشروعه وامتى تكون ممنوعه بقى؟ تكون مشروعه في حاله ما انه بعد العربيه ما تمشي هو يمشي في حاله وانت في حالك. تمام كده؟ دي مشروع. دي مشروع. ليه؟ لانه اعانك لوجه الله. اما الممنوعه بقى انه بعد العربيه ما تدور يقول لك خدني معاك. يبقى هو بيعمل كده ليه؟ وصلني كمان بقى. خدني معاك. في الحاله دي انت ايه؟ هترفض؟ لا مش هرفض. بس هترفض. الراجل زق معايا. الراجل زق معاك. فهتاخده معاك. فدي الممنوع عليه، لان بنسميها اعانه استدراجيه. انه بيستدرجك. ده من باب كانه كل قرض جرى نفع. الله ينور عليك. فهو ربا. تمام كده؟ ماشي؟ نعم. فهنا في عين، في جن بيعين فعلا في حالات العلاج. وفي جن بيعينك وانت لا ترى ولا يعني. انت مثلا في واحد يقول لك انا بشتغل في الارض بلاقي نفسي بشتغل كده ما شاء الله، يعني بتلاقي العمليه ايه؟ ميسره. انا في ساعات مثلا في مثلا بعالج حد، ها؟ في جن بيدخل بيخوفه انا ما شفتوش، ما قلتوش تعالى. بيساعدك لله. هنا تعاون حبا لله كده. واضحه كده؟ واضح الكلام ده؟ ده اللي هو بيستدل بيه على بقول الله تعالى وتعاونوا. وتعاون البر والتقوى. هو كده اللي هو جاي. ايوه. هو مسلم وانت مسلم. ها؟ والجن المسلم اخو الانس المسلم. اخوه. اخوه الدين هنا. اخواننا في الدين. ايوه. انما المؤمنون اخوه. انما المؤمنون اخوه، هو مؤمن. فالجن اخواننا. ايوه. تمام. ولازم يعني لازم دي نحطها كويس في الايه؟ في الميزان. المؤمن من الجن اخو المؤمن من الانس. دي معلومة خطيرة يا دكتور، يعني ويجب ان احنا فعلا. نعم. وعلى فكرة من الممكن في يوم من الايام يكون في تعاون حقيقي بين مؤمني الجن ومؤمني الانس، في حالة يعني ان يكون اصلا الانس نفسه عنده القدرة على التمييز فيما يجب وما لا يجب. وفيما يقع وما لا يقع. اما انها تكون اصلا واحد يعني للاسف الشديد لا يحسن وضوء ويقول لك انا معايا اللي مش عارف ايه والكلام ده كله، وكلام واضح الكلام ده. نعم. فهنا يبقى اذا الاعانه نوعين. نعم. اعانه مشروعه. مشروعه. وهي التي تكون بتدخل الجني من غير طلب. نعم. ومن غير عوض. نعم. من غير طلب ومن غير ايه؟ من غير عوض. يعني لا بيطلب منك في الاول. يعني انت بتطلبش منه ولا مقابل، وهو ما بيطلبش منك عوض. نعم. اما الاعانه الاستدراجيه تكون من غير طلب بس ولكنها بعوض. ولكنها بايه؟ نعم. في الحاله ديت. نعم. غير مشروع. وغير مشروع ليه؟ لانه قد يطلب عوضا برضه يوقعك في معصيه. دكتور مش عارف، احنا كل حلقه بنخش فيها ببقى فاكر يعني ان احنا هنتكلم، فجاه الاقي بساط الوقت انسحب. هو انسحب برضه النهارده؟ استاذ محمد شاهد بيقول لي عمال بقى له 5 دقائق عمال يقول لي الوقت. الله المستعان. جزاك الله خير وبارك الله فيك. احنا كده فضلت الدكتور قفلنا الباب دوت. يعني الحلقه القادمه ان شاء الله اللي هتكون صور تواصل الجن مع الانس بقى، ودي حضرتك قلت اخطر بقى. اخطر طبعا. اخطر بكتير بكتير يا جماعه. استنونا الحلقه القادمه ان شاء الله مع حاجه اخطر بقى ان شاء الله من الحلقه ديت باذن الله، في كيف يتواصل بقى الجن مع الايه؟ مع الانس. مع الانس. الى لقاء قادم باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته.